بص، هو مفيش شك ان حمل اللاعب لجنسيه انجليزيه ده شيء لصالحه جدا، ودايما بيكون مساعده ليه في اوقات كتير. ولكن بعيدا عن ان داني ويلبك من اصول غانيه، فهو كان ظاهر في بدايته باداء يبشر انه هيكون له مكان في تاريخ المستديره، وكمان بعض الناس كانت بتقارنه بايدي باير وكانو، والبعض الاخر كان بيقول عليه ان اسلوبه شبيه لتيري هنري. ولكن هو بقى غير تفكير كل البشر، واكد على ان البدايات مش دايما عنوان للرحله. داني ويلباك بقى كان مواليد 1990، انجليزي من اصل غاني. بدايه ويلباك بقى كانت في ناشئ نادي فليتشر رينجرز، وبعدها على طول انضم لاكاديميه مانشستر يونايتد سنه 2001، وبعد كده بقى يستمر في تدرج مع مراحل الناشئين لحد ما ينضم للمنتخب في بطوله اوروبا تحت 17 سنه اللي كانت في 2007، البطوله اللي هو فيها شارك شبه اساسي، وساعتها قدر يساعد المنتخب للوصول لمواجهه اسبانيا في النهائي اللي فاز فيه الاسبان بهدف بيان كريكيتش. ولكن المهم في القصه دي ان نتيجه الاداء اللي كان بيقدمه ويلباك، النادي قرر يضمه لقائمه اقرب الاسماء للصعود للفريق الأول. وفعلا موسم 2007 2008 لعب مع الفريق الرديف، ولكنه ظهر في بعض الأوقات على دكة الفريق الأول، وده اللي بيه على الرغم من إنها كانت فترة تشتيت لأي لاعب، إلا إن داني ويلباك قدم أفضل أداء له في جميع مراحل تحت السن، وكمان تم اختياره كأفضل لاعب صاعد، وده بقى كان شيء مهم. ولكن الأهم بقى إنك لو ركزت هتاخد بالك إن تواجده مع الفريق الأول كان في موسم 2007 2008، وده الموسم اللي فيه المان يونايتد كان منايم أوروبا من المغرب. ومن حسن الحظ بقى، فعلى الرغم من انه ما شاركش ولا دقيقه مع الفريق، الا ان اسمه كان موجود مع المتواجدين بدور الابطال، وده بقى مهم. انما الاهم بقى ان احنا اتاكدنا ان في الموسم اللي بعده هيكون ليه فرصه اكبر مع الفريق، وفعلا بقى ده اللي حصل. وفي موسم 2008 2009 اخذ فرصه اكتر بالمشاركه في 13 مباراه، وده رقم كويس جدا على لاعب عنده 18 سنه وكمان بيلعب في فريق بيلعب فيه رونالدو بيرباتوف وكارلوس تيفيز وروني، وده بقى اللي بيه مشاركته في 13 مباراه في موسمه الاول اكيد يكون شيء مناسب جدا عليه. معينا المهم انه قدر يسجل 3 اهداف ويصنع 2، وبما ما يكونش سبب في تتويج الفريق بكاس العالم للانديه والدوري الانجليزي وكاس الرابطه والسوبر المحلي، واللي بيهم ويلباك صاحب ال 18 عام يفوز بخمس بطولات على مدار الموسمين، وده المعنى الحرفي للارزاق. معينا المهم بقى نروح للموسم اللي بعده، الموسم اللي بدأه ويلباك باصابه في الركبه، وده اللي كانت نتيجته هو ان بعد التعافي من الاصابه ومع بدايه الدور الثاني، النادي وافق على طلب نادي برايستون في اعاره اللاعب، وفعلا ويلباك يكمل باقي الموسم في الشامبيونشيب عشان يكون شارك ما بين الفريقين لحد شهر مارس في 22 مباراه سجل فيهم 4 اهداف وصنع زيهم. ولكن ساعتها مع تجديد اصابه الركبه واللي فيها تم تاكيد انه هيكون في تدخل جراحي والنتيجه تكون قطع الاعاره وعوده اللاعب للنادي، وفعلا استمر ويلباك في رحله الشفاء من الاصابه لحد نهايه الموسم. وساعتها بقى من حسن الحظ انه يلحق المنتخب في بطوله اوروبا تحت 19 سنه، البطوله اللي هو فيها تالق حرفيا وساعد المنتخب للوصول للنهائي، وتحديدا بعد صناعته هدف على اوكرانيا وكمان تسجيله هدفين في الفوز على سلوفينيا، وده اللي بيه استمر المنتخب لحد مواجهه اوكرانيا مره اخرى، ولكن المره دي في النهائي في المباراه اللي قلت اختيارات المنتخب الانجليزي فيها تسهل على اوكرانيا التتويج باللقب على حساب ويلباك وزمايله. ولقى السند الاحداث ما خلصتش على كده، لان بعد العوده لليونايتد لقى ان وجود مايكل اوين وتشرشريتو بالاضافه للاسامي اللي كانت موجوده هيقلل فرصته في المشاركه مع الفريق، والنتيجه انه يخرج اعاره لنادي ساندرلاند، وفعلا يقضي معاهم موسم 2010 2011 بالمشاركه في 29 مباراه سجل فيهم 6 اهداف وصنع 7، وبيهم بقى ساعد الفريق في الوصول للمركز العاشر في الدوري، ومع نهايه الموسم يرجع لليونايتد تاني، وخصوصا بعد مغادره كل المهاجمين اللي في الفريق باستثناء روني وبيرباتوف. وفعلا ده اللي حصل، وداني ويلباك شارك على مدار الموسم شبه اساسي لدرجه انه شارك في 39 مباراه سجل فيهم 12 هدف وصنع 7، وبيهم يكون واحد من اهم اسباب تتويج الفريق بالسوبر المحلي، على انها البطوله الوحيده للموسم اللي فيه انتهت رحله اليونايتد في الحفاظ على التتويج بالدوري عند هدف اجويرو. ولكن بعيدا عن كل ده، فالحقيقه ان ويلباك كان عامل اداء مميز جدا، وتاكيدا على الكلام انه كان موجود في القائمه المختصره لجائزه افضل لاعب شاب واللي فاز فيها ساعتها كايل ووكر. وساعتها برضه لا ينسى له انه مع انضمامه للمنتخب في يورو 2012 على الرغم انه سجل هدف الفوز القاطر على السويد، الا ان المنتخب الانجليزي يخرج على قد الاطار في دور ال 16، وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي هو فيه شارك في 40 مباراه صنع فيهم 5 اهداف وسجل 2، وبيهم ما يكونش ليه اي دور في تتويج الفريق بالدوري الانجليزي. واللي يسالني بقى عن سبب ضعف الارقام دي هقول له تعاقد اليونايتد مع فان بيرسي. ولكن بقى في الموسم اللي بعده كان في انسجام اكتر ما بينه وبين روني، والكلام ده مع اصابه فان بيرسي بقى نتيجته تكون انه يشارك في 36 مباراه سجل فيهم 10 اهداف صنع 6، وبيهم برضه يكون واحد من اهم اسباب فوز اليونايتد بالسوبر المحلي بعد الفوز على ويجن بثنائيه، ولكنها برضه تكون البطوله الوحيده لليونايتد في الموسم، وده بقى كان شيء متوقع. ولكن الغريب بقى هو ان مع اخر فتره الانتقالات نفوجئ بدافع نادي ارسنال 20 مليون يورو مقابل انضمام صاحب ال 24 عام، وساعتها لما لويس فان خالد سال عن سبب الرحيل قال ان احنا بنوسع لفالكاو بالاضافه ان ارقام والباك مش قويه زي فان بيرسي وروني. ما علينا، المهم فعلا تتم الصفقه، وموسم 2014 2015 يكون الاول له مع ارسنال، الموسم اللي على مداره والباك شارك
الزمالك في 37 مباراة سجل فيهم 8 أهداف وصنع 6، وبيمكن واحد من أهم أسباب وصول أرسنال لنهائي الإف إيه كاب، وتحديدا بعد ما قدر يسجل أهم هدف له في الموسم واللي كان ضد فريقه السابق، الهدف اللي بيه تتحول المباراة من التعادل إلى فوز الأرسنال واستمراره في البطولة لحد التتويج باللقب، وكل ده في وجود ويلباك اللاعب اللي بدأ الموسم الجديد بالمشاركة في 16 مباراة سجل فيهم 5 أهداف وصنع 2. وقلة الأرقام دي كان سببها إصابته في الركبة، الإصابة اللي بيها كان فيه تدخل جراحي والنتيجة هي غيابه 4 شهور، وده بقى كان شيء صعب جدا. ولكن الأصعب بقى كانت إن قبل بداية الموسم الجديد وتحديدا بعد العودة من الإصابة ب3 شهور يحصل له تلف في الغضروف، ودي بقى إصابة أصعب من الأولى، والنتيجة إنه يغيب عن الملاعب ما يقرب من 8 شهور. وده بقى اللي كانت نتيجته ان الموسم الجديد يصفي على 22 مباراة يسجل فيهم 5 اهداف ويصنع 4، وبيهم يلعب دور اساسي في تتويج الفريق بالاف اي كاب للمرة الثانية على التوالي، وتحديدا بعد ما سجل هدفين وصنع الثالث في الفوز على ساوثامبتون، وبعدها برضه يصنع هدف الفوز القاطر على المان سيتي في قبل نهائي البطولة، واللي بقى يصعد ارسنال لمواجهة تشيلسي في النهائي اللي كان صعب جدا، ولكن ساعتها ثنائية سانشيز وارون رامزي تكون سبب في تتويج باللقب على حساب ابناء كونتي، وكل ده في وجود ويلباك اللاعب اللي في الموسم الجديد ظهر بشكل اكبر، والنتيجة انه يشارك في 43 مباراة سجل فيهم 10 اهداف وصنع 2، وبيوم يكون واحد من اسباب فوز ارسنال بالصور المحلي، ولا استنى ده بعدها بقى تجيله صدع للمنتخب في كاس العالم البطوله اللي فيها ويلباك ما ظهرش غير في 11 دقيقه فقط في مباراه بلجيكا في الجوله الثالثه، واللي هي بقى كانت تحصيل حاصل، وطبعا ال 11 دقيقه دول بيهم ما يكونش ليه اي دور في وصول انجلترا للمركز الرابع في المونديال. وده بقى زعل ويلباك جدا، واللي يسالني عن زعله هقول له ان في الموسم الجديد شارك في 14 مباراه سجل فيهم 5 اهداف وصنع السادس. وطبعا عارف انك هتقول لي فين زعله ده، هقول لك لا، ما هو زعل ويلباك كان مختلف شويه لانه ما كانش من اللعيبه اللي لما تزعل تنفجر وتقدم اداء خيالي، لا هو لما كان بيزعل بيتصاب على طول، ولكن المره دي كانت الاصابه في الانكل واللي على اثرها غاب ما يقرب من 7 شهور عن الملاعب. ولا استنى ده الضحك بقى انه بعد ما اتاكد انه اتعافى من الاصابه يقول انه مش هيجدد مع الفريق، والصراحه بقى ان اداره ارسنال كانت عايزه كده، وفعلا مع نهايه الموسم ما يكونش في كلام عن التجديد، والنتيجه انه الحمد لله يخرج من ارسنال منضم لنادي واتفورد النادي اللي موسم 2019 2020 يكون الاول اللي ويلباك معاهم. الموسم اللي فيه داني شارك في 20 مباراه سجل فيهم 3 اهداف وصنع 4، وقلت الارقام دي بقى ليه؟ ايوه بالظبط كده، هي الاصابات، ولكن المره دي هو حس انه مقصر شويه في اوتار الركبه فقرر يتصاب فيها، والنتيجه انه يغيب عن الملاعب ما يقرب من 3 شهور ونص. وطبعا كلامنا عن الاصابه ده هزار كله، وانا عارف ان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وان كمان مجرد سارد للقصه فقط. المهم ان مع نهايه الموسم بقى يتم فسخ العقد ما بين الطرفين بالتراضي، وبعدها بقى ينضم لنادي برايتون، وفعلا يقضي موسم 2020 2021 مع برايتون بالمشاركه في 24 مباراه سجل فيهم 6 اهداف وصنع 3، وساعتها برايتون ينهي الدوري في المركز ال 16، وده بقى كان موسمه الاول. اما بقى الموسم الثاني مع برايتون فهو شارك في 27 مباراه سجل فيهم 6 اهداف وصنع 3، ولكن بعيدا عن الارقام فهو عمل اداء مميز جدا، وبيه قدر يساعد الفريق للوصول للمركز التاسع، والحقيقه ان الاداء المميز ده مستمر معاه حتى الموسم الحالي، واللي هو فيه شارك في 14 مباراة صانع 3 اهداف ومسجل الرابع، وبرايتون موجود في مركز كويس جدا وهو السابع وعلى بعد نقطة وحيدة من ليفربول صاحب المركز السادس، ولكن لسه بدري على الموسم. وده بقى اللي ياخدنا لارقامه اللي هي هتكون الى وقت اعداد الفيديو، واللي هو فيها شارك مع الاندية في اجمالي اكتر من 398 مباراة سجل فيهم اكتر من 86 هدف وصنع برضو اكتر من 50، وفاز فيهم في انجلترا بالدوري والكاس وكاس الرابطة والاف اي كاب 3 مرات لكل بطولة، بالاضافة لفوزه بكاس السوبر المحلي 5 مرات منهم مرتين في عدم. وطبعا كل الكلام ده ما ينفعش نسينا اهم القابه وهو الفوز بدوري الابطال وكاس عالم الانديه مع اليونايتد، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع مراحل المنتخب واللي تتمثل في المشاركه في 77 مباراه سجل فيهم 25 هدف وصنع اكتر من 4، وقدر يوصل مع المنتخب تحت السن لنهائي اوروبا مرتين، وكمان وصل للمركز الرابع في كاس العالم 2018. وبس يا سيدي بكده كنا وصلنا لنهايه الفيديو، طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن الفيديو الجاي. سلام.